شريعة الجميع. كل من كان يعرف من كان معه وقال له كذا. كل من يخاف عليه أنه يعتمد على سعة الله ويترك العام يقتل عن الحديث وبهذا هو البخاري. دار جواز كسب العلم وسيأتي بإذن الله تعالى في المسائل شرح ما في هذا الحديث. قال رحمه الله فيه مسائل غريب وسائل. هذا من المسائل ليست من كتاب التوحيد. هذه من المسائل ليست من كتاب التوحيد. الذي عنده كتاب التوحيد ونحو المسائل يكون هو تحت كتاب التوحيد. لكن هذه المسائل من وضع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله احسن او من احسن ان يشرح الكتاب هو من هو الذي يعرف ما المقصود بكذا وكذا وكذا. العلماء رحمهم الله جعل هذه المسائل بعضهم جعل هذه المسائل في نهايه الابواب بعضهم جعل المسائل داخل الابواب. الطريقه هذه ان نجعلها في هذه الابواب اسهل لنا وعلينا الشيخ بن عبد الله رحمه الله تعالى فيه مسائل. الان نبين لك مسائل في هذا الباب. احيانا يذكر لك مساله وتقول هذه المساله مما هو عظيم حتى تنتبه لها لان تكون اهم مساله في الباب. نعم. الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس. السؤال مباشر. بدون الأولى. الحكمة من خلق الجن والإنس عبادة الله. نعم. أن من عبادة الله التوحيد لأن الخصومة فيه. نعم. أن الخصومة بين النبي صلى الله عليه وسلم خاصة النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار الذين بعثين لتوحيد الألوهية وأنهم يعبدون ما بعبد ولا نعبدهم ما عبدتهم. ولهذا قلنا معنى ذلك لا معبود. نعم. أن من بلدته لم يعبد الله به معنى ولا يعبد من يعبده. الحكمة في وسائل الرسل عليه الصلاة والسلام. الحكمة من وسائل الرسل إقامة الحجة والرحمة ودين الأنبياء واحد عليهم الصلاة والسلام أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. أن الرسالة عامة للأمة. أي واحد. أن دين الأنبياء واحد. نعم. المسألة كبيرة وطبعاً المسألة كثيرة. تنتبه لهذه المسألة هذه أهم مسألة. المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت فيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت وجود الله فقد استمسك بالعروة الوثقى أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله عبر بشأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف وفيها عشر مسائل أولها النهي عن الشرك العاشر الآيات المحكمات في سورة الإسراء وفيها 18 مسألة بدأها الله بقوله لا تبع مع الله أو في الأمور الكونية أقول الله أعلم. نعم.
جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. نعم، الدرس الخاص بعد بعض العلماء هذا يستحق، لان النبي صلى الله عليه وسلم خص معه رضي الله عنه عن بقيه الصحابه، هذا فيه فضيله معه رضي الله عنه. يستحق معنا باذن الله تعالى ان ثبوت الفضل الخاص لا يستلزم ثبوت الفضل العام. مثال امين هذه الامه ابو عبيد رضي الله عنه، علي رضي الله عنه رجل كثرة ثواب التوحيد عند الله، تكفيرهم أعدائك للذنوب، تفسير الآية
أنك إذا بلغت إلا جمعت بين أول الحديث إحمالا وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله فإن لك خطر الضروريين. التنبيه لك على خطر الضروريين الذي يقول لا إله إلا الله ولا تتبعه، أن يقول لا إله إلا الله ولا تتبعه ولا أعلم عنه ولا أعلم عنه ولا أعلم عنه بل المحبة بالإخلاص من الصدق وغيره. التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان كون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحتاجون للتنبيه على وقت لا إله إلا الله. التنبيه يرجى بها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا منهم يقول هذا لفظ لسانهم لأنهم لا يلزم شروط لا إله إلا الله والصلاة والسلام. النص على أن الأراضين السبع من السماوات أن لهم معلوم إثبات الصفات خلافا للأشعرية، إثبات الصفات خلافا للمعقولة في بعض المصادر هذا أول بالمعقل واشمل الاشاعره وغيره. اثبات الصفات كان اثبات صفه الكلام لله سبحانه وتعالى وكذلك الوجه والكلام. انك اذا عرفت حدثنا نسال عرفت ان قوله في حديث عثمان بن الله حرم على ماله قال لا اله الا الله بغير ذلك وجه الله انه ترك الشرك ليس قول هذا الانسان. ترك الشرك ليس قول لا اله الا الله بغير ذلك وجه الله بل ترك الشرك تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام عبدا ورسولا. عبد لا يعبد ورسولا لا يعبد عليه الصلاة والسلام. معرفة اختصاص عيسى عليه السلام بكونه كلمة الله أي أن الله سبحانه وتعالى أضافه إلى نفسه تشريفا روح من الأرواح التي خلق الله وأضاف إلى نفسه تشريفا والذي استطاع أن يخلق عالما بها أفضل معرفة كون الروح على منها أي من الأرواح التي خلقها الله وأضاف إلى نفسه تشريفا وهذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. معرفة قول الإيمان بالجنة والنار معنى قوله على ما كان من العمل. معرفة أن الميزان له كفتان خلاف المعتزلة الذين يخلقون الميزان ويقولون ليس ميزان حقيقي وإنما هو العدل. معرفة ذكر الوجه معرفة ذكر الوجه عن أمر الله سبحانه وتعالى وتحقيق إليه عظمته بعد ما وجه مخلوق. قال رحمه الله باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. هذا تحقيق التوحيد أي تخليص التوحيد من الشرك الأكبر والأصغر والبدع والمعاصي. كأن أقول لك وجب عليك التوحيد تشوق الآن لا بد أن تحقق التوحيد تخلص التوحيد من الشرك والبدع والمعاصي تحقق التوحيد بالقول والعمل والاعتقاد تحقق التوحيد عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بقراءة الكتاب إجمالا تحقق التوحيد تفصيلا لدى الاقتناع بإبراهيم عليه الصلاة والسلام تحقق التوحيد من هذا الباب إلى نهاية الكتاب كل تحقيق التوحيد كل باب يحقق بعد تحقيق التوحيد ومن تحقيق التوحيد فمن تحقيق التوحيد الخوف من ذنبه فمن تحقيق التوحيد الدعاء على شان لا إله إلا الله وغيرها. إذا هذا الباب أراد أن المؤلف رحمه الله أن تحقق التوحيد. وقال الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. اقتداء إبراهيم بالمرسل إن إبراهيم كان أمة إماما مقتدى به فلا بد أن يكون قدوة قانتا كثيرا الطاعة مع الدوام عليها لله إخلاصا حنيفا مقبلا إلى الله مجبرا على الشرك ولم